فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحمد عن حلق القفا فقال: لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قرد يرقوس. قال في الشرح: لعلها كلمة فارسية تظن تعني حلق القفا. وذكر الخلال هذا وغيره أيضا. نعم، كل هذا في مسألة القزع ومسألة حلق بعض الرأس وترك بعضه على أي صفة كان، لأن هذا من عادات الكفار ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. نعم. وذكره أيضا بإسناده عن الهيثم بن حميد قال: حف القفا من شكل المجوس. نعم. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه، قيل له لما؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم. نعم. ومن ذلك مسألة تحصل الآن، وهو لما جاءت المكاين التي تجز الرأس بدرجات معينة، درجة واحدة اثنين ثلاثة كما هو معروف. نعم. وهذا لا بأس به، جز الرأس كله، جز الرأس كله على أي درجة يريده الإنسان، أو حلقه بالموس، كله أمر جائز. الحمد لله. ولكن هناك شيء، وهو أن الحلاق أو الذي يجز الرأس بالمكينة يأتي بالموس ويحلق دائرة القفا، هذا هو نفس الذي سبق أنه لا يجوز، أنه لا يجوز حلق القفا حتى ولو قص شعر رأسه بالكامل فإنه لا يحلق.